يبذل المال لأجل إصلاح الناس، ولعل قصة إسلام زيد ابن سعنة رضي الله عنه، وهو حبر من أحبار اليهود، فيها دلالة ظاهرة على هدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته، وأن بذل المال كان أيسر ما يكون في طريق بلاغ الدعوة ورجوع الناس إلى الله جل جلاله. ففي قصة إسلام زيد عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبلغ اليهود قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يستشرفون خروج نبي آخر الزمان، وكان علماؤهم وأحبارهم يعرفون وصفه لوجوده في كتبهم، بل كما قال الله جل جلاله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وهل يخفى على الإنسان ابنه إذا اختلط بين الأولاد؟ فحالهم في العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ومعرفة ذلك كمعرفة الأب لولده إذا وضع بين الأولاد. فعندما هاجر جاء زيد ليستكشف هذا الذي يقول أنه رسول، وعنده وقد كان حبرا من أحبارهم وعالما من علماء اليهود، وأيضا كان من أغنى اليهود ومن أكثرهم مالا. فجاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنظرت إلى وجهه، قال: فقلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة فيه، أي العلامات الجسدية. قال: ورأيت جميع علامات النبوة فيه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. صفات تعرف بالخلطة وتعرف بالتعامل، فإن ظهرت فهي دلالة النبوة مع تلك الأوصاف الجسدية. يقول زيد وهو يريد أن يمتحن وأن يختبر، قال: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره فتطمئن نفسي. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه إذا برجل من أصحابه يقول: يا رسول الله، لقد جئت بني فلان ودعوتهم إلى الإسلام، وقلت لهم: إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء والأرض، ادخلوا في الإسلام وأبشروا بالخير. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا، رغبة في العطاء، وأراد الله أن يكون لهم الابتلاء من أول الطريق. يقول هذا الصحابي كما قال زيد: قال: يا رسول الله، وقد أصابتهم سنة، فأغثهم حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. أدرك الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية الناس، وأحرص ما يكون على تثبيت المؤمن على دينه، وأن الدنيا لا تساوي شيء أمام هذه الغاية العظيمة. قال زيد: وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أي في تلك اللحظة، وما كان عند أصحابه شيء، أي من المال،
يقول زيد: فقلت يا محمد أنا أقرضك، تريد مال؟ أنا أقرضك. قال: نعم. قال: كم؟ قال: 80 دينارا. على أن تردها لي. يقول زيد يشترط، لأنه يريد أن يمتحن، قال: على أن تردها لي في يوم كذا وكذا، حدد اليوم. قال: نعم. يقول: فأخرجت همياني كيس النقود وحللته سريعا ودفعت المال إليه. قال: ما إن وضعته في يدي حتى دفعه مباشرة إلى صاحبه وقال: أسرع وأغثهم به ليبقوا على الدين، ليثبتوا على الإسلام، يستقرضوا الدين. قال زيد: وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة. جاء قبل الموعد ليختبر أن حلمه يسبق غضبه، وليختبر أنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. قال: فجئت إليه قبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، وهو في جنازة رجل من المسلمين ومعه أبو بكر وعمر. يقول: فوقفت من خلفه ومكنت قدماي في الأرض، ثبت نفسي. قال: ثم مسكت بردائه من خلفه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه، رداؤه سقط من فوق عاتقه. قال: واستدار إلي، بدل ما كان وجهه للأمام من شدة الجبذة أصبح وجهه في مقابل زيد. هل اكتفى بذلك؟ قال: وقابلته بوجه جهم غليظ وقلت: يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، وإن لي بكم علم. أناس لا تعطون الناس حقوقهم. قال زيد: فعندما رأى عمر ما صنع وسمع ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم استدار إلي كالفك المستدير كالأسد. يقول: أين عدو الله؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ويفعل به ما أرى وأنا حي: والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء، لعله فعلا جاء وقت القضاء وأنني ما وفيت، وأن تأمره بحسن الطلب، لعله جاهل فتعلمه. ثم قال: يا عمر اذهب واعطه حقه وزده 10 أوسق مكان ما رعته، مكان ما خوفته. قال زيد: فذهبت مع عمر، أعطاني حقي وزاد 10. قال: قلت: يا عمر، أنا أقرضت محمد 80، محمد لا يتعامل بالربا، فلعلك ما تعلم قدر المال. قال: لا، ولكن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال: يا عمر، أتعرفني من أنا؟ هل تعرف من هذا الشخص الذي يتحدث معك؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ كانوا يسمعون به وما عرفه عمر. قال: نعم. قال: ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ ما زال الأمر يدوك في نفس عمر. قال: والله يا عمر، يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه
إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مالي. انظروا إلى الصحابة والفارق العظيم، كيف يأخذون الدرس وكيف يتعلمون الدرس من هذا النبي الذي يستقرض لأجل دعوته، الذي يبذل المال لأجل أن يثبت الناس على الإسلام. فزيد يأخذ الدرس من نفس الموقف فيقول: أشهدك يا عمر وأن مالي وإني لمن أغناها مالا، أغنى أهل المدينة صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو على بعضهم فإنهم لا يسعهم ماله فهم أكثر من مالي. فهذا بذل المال الذي كان عليه الصلاة والسلام يبذله.